دلوقتي خلينا نروح نتابع معاكم أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها النهاردة بإذن الله، ولنستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، بينظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان. ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوي وجلسات الدوار في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. النهاردة هيلقي الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم محاضرة في جامعة طنطا بحضور طلاب الجامعة، وبتأتي المحاضرة تدشيناً لسلسلة من المحاضرات واللقاءات مع طلبة الجامعات في إطار المشروع اللي أطلقته دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية، وده لنشر الوعي بين طلاب الجامعات المصرية اللي بيهدف لتعزيز الفهم الصحيح للقيم الدينية والوسطية بين الشباب. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية، من أهمها مباراة منتخب بولندا مع منتخب البرتغال في تمام الساعة 10:45 ليلاً، وفي نفس التوقيت مباراة منتخب أسبانيا مع منتخب الدنمارك.